أهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان الجزائري صالح أقروت، وحقيقة وفاته انتشرت خلال ساعات الماضية كالنار في الهشيم. أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد وفاة الفنان الجزائري صالح أقروت، وهنا نوفر لكم في وكالة سو حقيقة وفاة الفنان الجزائري صالح أقروت عقب الكثير من التغريدات على موقعي فيسبوك وتويتر التي تساءل عن حقيقة وفاته أم لا. وبعد البحث عن حقيقة وفاته صالح أقروت، تبين أن الفنان الجزائري وحسب موقع المرصد الجزائري قد تم تحويله من المستشفى الذي يمركز فيه إلى مستشفى آخر من أجل تلقي العلاج. يذكر أن الفنان الكوميدي الجزائري صالح أقروت يعاني من مرض السرطان، وقد تم تحويله لأحد المشافي في باريس من أجل تلقي العلاج. وسط حزن كبير من جميع التواصل الاجتماعي والحزن يخيم على الجميع، وطلبوا له الدعوات له بالشفاء العاجل، أن يشفيه وأن يعافيه من هذا المرض الخبيث. صدم وأبكى الجميع وطلب جميع الشارع الجزائري الدعوات له بالشفاء العاجل، أن يشفيه ويعافيه من هذا المرض. الفنان الشهير الجزائري صالح أقروت صاحب الشعبية الكبيرة من الشارع الجزائري بأكمله، وحب الجماهير له من الكبير والصغير، وطلبوا له الدعوات له بالشفاء العاجل، أن يشفيه وأن يعافيه. احفظ يا رب واشفي الفنان الشهير صالح أقروت إلى أهله وأسرته وجميع كل محبيه. أهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو.